فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي فعلا سلمه الله. وصل على العاصمة الفرنسية باريس في هذا الصباح المشرق. طيب ليه؟ علشان يشارك في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، واللي هتبدأ بإذن الله وقائعها غدا وعلى مدار يومين. طبعا ده بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ضوء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة، بس كده لا، وشديدة التنامي اللي بتربط ما بين مصر وفرنسا. أكيد أكيد هيتم مناقشة قضايا إقليمية، ودي حاجة مهمة جدا قوي خالص، وقضايا دولية، ودي مهمة جدا قوي خالص. زي ما بيتقال احنا بنتكلم يا جماعة على أزمات تحيط بالعالم، بل ومتغلغلة في قلب الإنسانية للأسف الشديد خلال يمكن سنتين أو ثلاثة عدوا. لازم 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 الكل يفكر احنا هنعدي بيها ازاي. فالاجتماع والقمة اللي رايحها فخامة الرئيس شديدة الأهمية. أدعوك إنك تشوف التقرير، ومن بكرة نبدأ نتابع وعن كثب زي ما بيتقال. خليكم معانا. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في القمة الدولية ميثاق التمويل العالمي الجديد. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن مشاركة السيد الرئيس في هذا الحدث المهم تأتي تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ضوء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة والمتنامية التي تربط بين مصر وفرنسا، فضلا عن دور مصر الفاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة بشكل عام. حيث ستسعى القمة إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل صياغة الآليات المناسبة لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة في تلك الدول.